وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي، كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا عليه السلام في السواعق المحرقة. والوصابي في أثنى المطالب يقول: روى مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفي مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة ذكر إسلام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظ: إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي. لاحظ هذا العنوان، هذا المعنى يؤكد ما ذكره ابن تيمية في الرؤيا التي رواها في حب علي عليه السلام. إذن عبادات، عمل صالح، إيمان مع حب علي. هنا لاحظ: المنافق الذي لا يغفر له، يكذب الله ورسوله ويتخلف عن الصلوات، يتخلف عن الواجبات، يتخلف عن الصلوات ويبغض علي، والله غفر لذاك العالم، لذاك المؤمن بأي شيء؟ بعمله، بإيمانه، بإحسانه، بثباته، بحبه لعلي. يقول صاحب المستدرك، يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأيضا في مستدرك الحاكم يقول، أيضا في كتاب معرفة الصحابة يقول عن أبي عثمان النهدي أو النهدي قال رجل لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. أيضا يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة عن ابن بريدة أو بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمرني بحب 4 من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم. يقول: إن الله أمرني بحب 4 من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم. قال: قلنا: منهم يا رسول الله؟ وكلنا نحب أن نكون منهم. فقال: ألا إن عليا منهم، ثم سكت. ثم قال: أما إن عليا منهم، ثم سكت. يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إذن الله يحب 4 من الصحابة، علي أحد هؤلاء 4، علي أبرز هؤلاء 4، علي أوضح هؤلاء 4، علي يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم إنه أحد هؤلاء 4، أو أنه أحد هؤلاء 4 الذين يحبهم الله ويحبهم النبي ويحبهم المؤمنون.